خبر الأسبوع من صحيفة عكاظ: ليلة نحر الفساد، من هنا يبدأ الإصلاح، وأخبار أخرى كذلك في نفس السياق. خبر الأسبوع من صحيفة عكاظ: ليلة نحر الفساد، من هنا يبدأ الإصلاح. لم يكن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد الحدث الأبرز داخليا أو عربيا فقط، بل كان بامتياز حدثا عالميا تصدر باقتدار صحف العالم ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية. وفي نفس سياق الخبر من صحيفة مكة بعنوان: نزاهة تنبش أوراق شركة تطوير التعليم، رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة بنتائج بحثها في ملف شركة تطوير التعليم القابضة للمقام السامي، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 14 من تنظيم الهيئة التي تضمنت إعدادها تقارير بحسب الحاجة عن موضوعات معينة، حيث أطلعت مكة على تقرير الهيئة الخاص بملف الشركة عن عام 1437-1438 من الهجرة. أنا علقت على الموضوع في الحلقة اللي تناولنا فيها هذا الحدث، أترك لك المجال يا دكتور. شوف، لابد أن يكون الإنسان مبتهج وسعيد بمثل هذه اللجان، لجنة مثل هذه بهذا المستوى بهذه القوة. أنا تابعت كل اللي كتب أو أغلبه في نقطة مهمة ما حد ذكرها، وهي أن هذه اللجنة نتيجة قناعة ولم تأتي ردة فعل. تذكر سيول جدة جت فسار لجنة، لما خسرنا من ألمانيا 8-0 جت تشكيل لجنة لمدراء مدري لجنة، حتى فقدنا قيمة اللجان. وقال بعض الإداريين الكبار زي الغازي القصيبي رحمه الله، يقول إذا أردت أن يعني تفسد أمر فشكل له لجنة أو لجنة، على خلاف بين اللغويين لجنة أو لجنة. هذه أقوى شيء في اللجنة، أنها جت لم تأتي ردة فعل، بل جاءت فعل أساسي، هذه قوة فيها. ثانيا، بلا شك الناس استبشرت خيرا لسبب واحد، أنه العدالة حتكون فيها منظمة ودقيقة. ثالثا، نثق بالعدالة ونثق بالقضاء. رابعا، الحقيقة أنا أربع بالمجتمع السعودي أنه يتشفى أو يتشمت، لأنها ليست من أخلاق الإنسان صاحب المروءة، وليست من أخلاق المسلم كمان. المسلم ليس بالشتام ولا باللعان ولا بالحاسد ولا بالفاسق ولا إلى آخره. أستاذنا مصطفى، مش اسمه، مصطفى أمين، له مقال اسمه الكتابة فروسية، يقول أنا لا أكتب عن سجين ولا أكتب عن العاجز عن الرد ولا أتهم من لا يستطيع. العرب لم تكن تقتل الأسير، شوف المروءة والعلو. فليس من أخلاق الإنسان الشماتة، نحن نحب الإصلاح ولكن لا نحب الشماتة، هذه لازم يكون واضح للناس. أنا في كتاباتي عمري ما كتبت عن أحد مسجون لا يستطيع الرد، لأن الفروسية أنك تكتب عن شخص يستطيع الرد، أو واحد موقوف عن الكتابة. في شخص مرة موقوف عن الكتابة وجيت أكتب عنه، يوم تأكدت أنه موقوف تحت، لأنه ليست من أخلاق المسلم. نجي يا حبيبي، ليس القصد محاربة الفساد فقط، لا، الإصلاح. أنت ممكن أنك أنت مثلا تقول الموظف تعال 6 ساعات داوم، يداوم بس ما ينتج، استفاد، هذا نوع من الفساد. إذن المقصود فيها الإصلاح أيضا. كل الأرقام والتكهنات والأسماء لا قيمة لها، أول شيء لا تستند إلى أسس علمية صحيحة وروايات رسمية، ثانيا هي اجتهادات، ثالثا من 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 أصدروا القرارات كانوا واضحين، لم يصدروا أي اسم. لازم يفرقون الناس في القانون بين 3 أشياء، بين الاشتباه والإدانة والاتهام. ترى هذه يعرفها القانون البسيط، حنا مع الأسف نخلط. مجرد أنه استدعاء أحمد العرفجة وخالد العقيلي أنه خلاص، هي نقطة التفتيش تمر، أنت ممكن تطلع بريء وممكن تطلع غير بريء، هي كلها. ولم يتجرأ أحد بالإدارات الرسمية أن يذكر اسم أحد، الناس اجتهدت. هذه لازم تكون في بالنا يا أبو سلمان، ترى نقاط بسيطة، بالذات المملكة الآن مستهدفة من أعداء كثير. أنا باليوم بالواتساب تجيك وتجيني عشرات الأسماء وعشرات الأشياء وعشرات الأكاذيب، لازم نكون حذرين. وأنا أطالب الدولة تسن قوانين بمن ينشر أي إشاعة ليست صحيحة. يعني أنا قبل فترة واحد مرسل لي عن وفاة أمير، قلت له يا أخي ما توفى، قال آسف. من بكرة رسل لي إشاعة، قلت له يا أخي حرام عليك هذا غير صحيح، قال أنا آسف. فصار كل يوم يرسل ويعتذر، قلت له أنت بدل ما تعتذر كل يوم لا ترسل إشاعات. هذا شيء، هذه نقطة مهمة يا
الشماتة والتركيز. أيضا يجب أننا نقول أنه هذه اللجنة ترى كان بيانها واضح، بيانها واضح أنه ما استقصدت معين، هي استقصدت أفعال معينة. والأفعال الحقيقة الناس الكثير يعني إيش يقول في مقول الواحد الأرجنتيني، يقول ليس هناك أبرياء، يعني كل الناس مشتركين بالفساد بطريقة أو بأخرى. ملفات الفساد كثير لا تعني أشخاص معينين، يعني مثلا خذ الحدائق. العام نشرنا خبر وعلقنا عليه هنا، أكثر من 146 حديقة في جدة لحالها راحت. هذه طبعا للمال العام والمتنفس للناس أيضا راحت. الفساد أيضا أنواع، في الفساد الإداري، واحد من مرتبة العاشرة تجده بيومين صار بالخامس عشر. فساد عندك، فساد أيضا فكري، لما واحد والله يقول لك ما حكم من لا يصلي في المسجد، يقول لك يقتل، هذا ما هو فساد أيضا؟ بأي حق تقتل الناس؟ أنواع الفساد كثيرة. أنا سعيد بهذه اللجنة لأنه صرنا نتصدر الصحف العالمية بأن السعودية بدل ما كانت تحارب التطرف صارت تحاسب، تحارب الفساد وتدعو إلى الإصلاح. انتهينا من هالنقطة. بقي نقطة مهمة، أتمنى، في عندنا حساب مهمل وتكلمت عنه كثيرا، حساب إبراء الذمة. بلا شك أنه في ناس كثير عندهم مشاكل مالية، في يوم من الأيام أخذوا لجنة هذه حساب إبراء الذمة. أنا ما أعتقد أنه بسياسة الحزم والعزم التي تنتهجها الدولة الآن، متأكد أنه في ناس كثير سيضعون المبالغ اللي سرقوها بإبراء الذمة ويكون يا دار ما دخلك شر، وعفى الله عما سلف. تعرف أنت من شروط التوبة عند الفقهاء أنه إذا في شيء ما لازم يرجع، إذا أخطأت عليك لازم أعتذر منك، لكن إذا كان لله عز وجل خلاص الإقلاع عن الذنب، تقلع عنه فقط. إذا أنت تغازل خلاص تتوقف عن المغازل، لكن إذا أنت أخذت شيء لازم تعتذر من صاحبه. وإذا كان المال عاما ليس خاصا، المال العام الناس تستهتر فيه هو أصعب من المال الخاص، لأن المال الخاص شخص واحد يوم القيامة غريمك، لكن المال العام كل الناس ورماءك. هذه باختصار سريع أركز على أنه لا نتورط في أسماء ولا نتورط في أرقام، لأن كلها ليست دقيقة وليست رسمية. الشيء الثاني نبتعد عن الشماتة. الشيء الثالث نثق بعدالة الدولة ونزاهة أيضا اللجنة، ونثق أنه إن شاء الله البريء سيخرج بريء والمدان سيتحمل جرمه. لكن هذا الإجراء أثبت إرادة الدولة القوية في مواجهة الفساد. ويمكن خلينا نسترجع، يعني قبل أسبوعين تكلمنا عن هذا الموضوع في الحلقة، واستحضرنا لقاء الأمير محمد بن سلمان وليتحدث عن هذا الأمر وبث فيه رسائل كانت واضحة. خلونا نستذكرها، يعني كل يوم نستذكر مثل يعني الحديث اللي يتحدث برسائل واضحة عن إرادة الدولة. أنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير أو أي كان. لو الملك كان راضي وسمو ولي عهده على أداء إطلاع فساد لما غير رئيس هيئة مكافحة فساد من سنة. تغيير رئيس هيئة مكافحة فساد من سنة معناته الملك وسمو ولي عهده غير راضين. فساد موجود بلا شك، فساد موجود، موجود في كل المجتمعات وموجود في كل الحكومات وبنسب متفاوتة. اللي يهمنا اليوم احنا نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم. هذه مقتطفات من لقاءات سمو الأمير محمد بن سلمان، واللي تحدث وبث رسائل كانت مثل الإشارات لمن قد تورطوا بأن يعالجوا موقفهم حتى جاء الحزم للدولة. نعم شوف التركيز، أنا دائما أؤكد أن خطابات الأمير محمد بن سلمان مختلفة عن الخطابات الملكية السابقة. أنا رجعت لأربعين سنة لا تجد مثل هذه الخطابات التي تمتاز بثلاث أشياء: القصر كأنه برومو، الشيء الثاني الوضوح، الشيء الثالث تحديد الهدف. قال لك أمير أو وزير أو رجل أعمال لكل مدان والمواطن البسيط أيضا. ترى بيئة الفساد كبيرة، لا تعتقد أنه شخصين ثلاثة عشر عشرين، هذا مو صحيح. بيئة الفساد كبيرة وأيضا تحتاج إلى غربلة. أيضا واضح أنه خطاب سمو الأمير محمد بن سلمان خارط الطريق للمستقبل، واضح أنه المستقبل اللي يقرأ. قلت لك اللي يلمس الإشارات يعرف من سنة ونص، من سنتين كان في إشارات غريبة حصلت، محاكمة وزير، القبض على رجل أعمال، واضح هذه ما كانت تحصل عندنا زمان. أنها خارطة الطريق وفكر جديد. لا هذا لا يعني أن الماضي كان سيء، لا، أنه كان إدارة. تعرف الإدارات أنواع، إدارة تختلف عن إدارة، في إدارة حزم وعزم واضحة ولا تقول إلا بالجزم، إذا في شيء جازم 100% تتبينه. أيضا الإشارات الواضحة الكل التقطها،
أيضا زي ما قلت لك اللجنة من جمالياتها أنها لم تكن ردة فعل، كانت لجنة موضحة وأيضا دراسة متعنية، واضح أنهم من أشهر وهم يشتغلون على ملفات، وأكيد أن الأيام سجلها عليك الأيام حبلة بدوائر كبيرة وفسادات كثيرة، لا يخص أسماء معينة بل تخص جهات معينة. يعني أنا أقول لك الأمانات في المدن البلديات لا يعني فيها نسبة فساد كبيرة، تكلموا عنها المنح والأراضي. نعم الأراضي، أنا أقول لك الأراضي هذه نوع من الفساد، يعني ليس شرط أن يكون عقود أو مشاريع، لا ممكن يكون أراضي، ممكن يكون ترقيات، ممكن إعطاء ما لا يستحق. لأنه أنا لو أنت لما نتخرج من الجامعة سوا وأنا بعد سنتين أبدأ بالمرتبة السادسة وأنت وصلت الحادي عشر، ليش أنت مثلا قريب جبريل ولا قريب؟ لازم يكون فيه حاسب. والحمد لله أنه بعض الأحيان من فات ما فات مات، بعض الأحيان لا اللي يفوت ما يموت، بالذات إذا كان حق لازم يسترد، لكن اللي فات مات مثلا بيني وبينك خصومة تسامحنا وانتهى الموضوع. أنا متفائل يا أبو سلمان ومتفائل، ورسالتي ولا أحب النص أبدا، لكن رسالتي للناس لا حد يتورط ويدخل في ذمته افتراء على أسماء أو أرقام أو أيضا يتشمت. ترى التشماتة ليست من صفات المسلم، ترى الحياة دوارة يا أبو سلمان، الحياة دوارة صحيح. والتاريخ يخبرنا أن في ناس كثير تشمتوا بأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أثر والله لا أتذكر لا تعايب على أخيك فيعافيها الله ويبتليك. أنت عدت نشر اليوم، أرسلت لي مقال لك باعترافاتك. أيوة لا هذا مقال باعترافات الفساد اللي كانت عندك والبقالة اللي خدت منها ولا رجعت. أيوة. لا شوف هذه عاد، شوف أحيانا الإنسان، أنا مقال كتبته قبل 10 سنين اعترفت بكل السرقات، سرقت من أمي لول والعجلة الله يحفظها، سرقت من البقالة، سرقت من النقل الجماعي، وسرقت قصيدة المحمود درويش وفزت $100. والآن قبل بعدين محمود درويش كلمته قال تصدق بها فتصدقت بها. لكن إجمالا الشعب يعني بات مطمئن وفرحا بمثل هذا التوجه للدولة، وصارت المسألة محاربة الفساد يعني سواء كان ممن كان هذا الفساد، هي ليست كلمة تقال إنما واقع، والمجتمع شاف فعلا إرادة الدولة القوية في الإصلاح، لأنه هو يعني حجر العثرة في الإصلاح هو الفساد. ولا يهمنا الشماتة ولا يهمنا صحيح. الأسماء، يهمنا أننا نكون أقوياء اقتصاديا، ويهمنا الإصلاح وليس فقط. ترى قلتك مكافحة الفساد لا تعني خط النهاية، لكنها قد تكون أولى درجات. بالضبط أولى درجات، أولى الدرجات، هذه تفوقت علي باللغة، أولى الدرجات إن شاء الله الإصلاح. وأنا أدعو من هذا المنبر بالصلاح للبلد والتوفيق للبلد أيضا، وإن شاء الله أنه المظلوم سيخرج بريئا، ومن اتهم فهي فرصة له من الله عز وجل أنه يعني يتخلص من ما علق بماله من حلال في الدنيا قبل الآخرة.